السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الشيء الثاني اللي انا بدي انوه له انه طبعا كل شيء يتبع عملية الاحتمالات، يعني الله سبحانه وتعالى عندما يخلق شيء اكيد هو ان هذا الموضوع غير تابع لعملية الاحتمالات، يعني الله سبحانه وتعالى بيخلق شيء اكيد هذا كامل الكمال لله، بينما لما انا كمهندس او كانسان بدي اقدم اي خدمة، بدي اقدم اي اختراع، بدي اقدم اي عمل، فاكيد راح يكون في عندنا احتمالية وجود الخطأ واردة. فاحنا لما بدنا احنا نشتغل شيء معين ونقدمه في مشروع عمل مثل مشاريع التكييف اللي احنا بنقدمها، نقول والله انه انا ده الزبون، انه انا راح اقدم لك عمل مكفول بنسبة 100%. طبعا انا بشوف انه هذا التفكير او هاي النظرة هي نظرة خاطئة، لذلك دائما العمل المقدم من قبل الانسان يحتمل نسبة كبيرة من الخطأ، حتى لو انا بقدم العمل بطريقة يعني او ببذل جهدي بحيث انه انا اقدم العمل بطريقة يعني احاول تكون كاملة، ولكن دائما لازم يكون في عندي مجال او نسبة خطأ معينة، حتى لو العطل او الخطأ اللي راح يصير في عملي ما كان باين معي في بداية العمل، فاحتمالية انه يصير بعد فترة معينة هذا الامر وارد. لذلك يعني أنا بشوف عدد من الفيديوهات حاليا بالنسبة لعمليات التركيب بالنسبة لأعمال التكييف بيشتغلوا بمبدأ أنه احتمالية حدوث العطل أو احتمالية حدوث الخطأ غير واردة، وهذا الشيء طبعا أنا ضد هاي الفكرة، ويعني إحنا بنحاول من خلال عملنا نحاول أو نجتهد نصمم صح، نصنع صح، نستخدم أجود أنواع المواد في أعمالنا في مشاريعنا، نتابع عملنا بشكل يومي، تمام. ومع هذا الشيء إحنا لما نقوم بعملية التشغيل المشروع بتكون هون عملية الاختبار الكبير، وبنتوقع إنه ممكن تصير في عندنا أخطاء وممكن تصير في عندنا إشكاليات فترة أو خلال عملية التشغيل، وفعلا عم تصير معنا مشاكل مع كل الحرص وطبعا المتابعة الكاملة، وهذا الشيء أمر طبيعي لازم يحدث هاي الأمور، لأنه إحنا يعني مثل ما قلت في البداية إحنا ناس نجتهد قدر الإمكان إنه نشتغل الشيء الصحيح، نقدم الشيء الصحيح، ولكن هاي الاحتمالات حدوث الخطأ، سواء حدوث الخطأ والعطل مباشرة وظهوره، وهذا الشيء طبعا إحنا ما بنزعل منه لما إحنا نشغل مشروع في التكييف ومباشرة يظهر معنا الخطأ في البداية قبل تسليم المشروع، طبعا هذا الشيء احنا بيسعدنا لانه بنقوم بمعالجة الخطأ بشكل مباشر، تمام. ولكن حتى لو تم العمل بالشكل المطلوب وتم تجاوز الاخطاء والمشاكل عند عملية التشغيل، فهي هاي عبارة عن المكيفات، عبارة عن آلات، عبارة عن مكنات، وعبارة عن محركات تشتغل بالكهرباء، الكهرباء مصدر غير ثابت، ممكن يكون فيه أحيانا زيادة، فيه نقص، فيه مشاكل، في فيز نقص، في فيز انقطع، فعملية وحدوث الأعطال احنا كلنا متفقين على انه لازم تصير، تمام، في هاي المحركات او في هاي المكيفات اللي احنا بنقوم فيها. فاحنا لما يعني نقوم بعملية التركيب بطريقة يعني نقنع نفسنا ونقنع المالك أو صاحب المشروع أنه ما راح يصير في هذا الجزء أي خلل بالمستقبل، فإحنا وجهة نظري طبعا بنقدم معلومة خاطئة. طبعا رغبات وطبعا خلينا نقول يعني طبيعة الناس ورفاهية الناس في دول بين دولة ودولة بتختلف، يعني أنا لما أتعامل مع مالك مشروع في دولة معينة بتكون مستوى الرفاهية اللي طالبه هو بكون مثلا بنسبة 70-80%، ممكن في دولة أخرى
ما تتجاوز مقارنة بالشيء اللي عم يطلبوا في هذه الدولة مثلا 20%. بالمقابل في دولة أخرى في ناس تطلب يعني رفاهية عالية جدا. بالتالي هون أنت الخدمات اللي بتقدمها، عملك في تقديم الأعمال اللي بتقدمها في هذا المشروع، أنت لازم توصل للرغبة وتحاول توصل يعني للشيء اللي عم يطلبه الكاستمر أو الزبون في هذا البلد. النقطة اللي أنا بدي أوصلها في هاي الناحية أنه الشيء اللي ممكن ينطبق في دولة معينة ويرضى فيه الكاستمر أنه ما عنده مشكلة أنت تشتغل بهذه الطريقة، في بلد ثاني ما رح يرضى ورح يعتبر أنه أنت غشيته بالعمل، ورح يعتبر أنه أنت قدمت له خدمة غير مثلا صحيحة. تمام؟ فلاحظته أنا خلال الفترة الماضية وبدأ يأثر سلبا على عملنا احنا، انه في اعمال عم تصير بتكون مقبولة في دول مجاورة وبيتم الترويج لها على انها اعمال صحيحة وهندسيا ما فيها اي مشكلة، الناس عم تشوفها وعم تشوف عم تقتنع بهاي الافكار، لانه هي بتعطي يعني منظور سطحي جمالي للشيء، ما تدخل في الموضوع الفني، بالتالي عم توصل هاي المعلومات للناس بطريقتها السطحية والناس عم تعجب فيها وصارت عم تطلبها مننا هون في البلد إننا نقوم بتطبيقها. الموضوع اللي أنا بتكلم عنه في موضوع التكييف، طبعا إحنا هون مثلا في دولة الإمارات حاليا الشيء الإيجابي بعملية تصميم المخططات إنه المكتب الاستشاري يقوم طبعا في حال كان عندنا احنا التكييف في يودكت، يقوم طبعا بعمل مخططات إنشائية تناسب مخططات وأماكن مرور الدكت، واحنا طبعا هذا الشيء صورناه في المواقع في عدد كبير من المشاريع، وشفنا كيف انه لما يكون طبعا المكتب الاستشاري او المكتب الفني دارس المخططات بالطريقة الصحيحة احنا ما بيكون في عندنا اي مشاكل خلال عملية تركيب الدكت، ما بيكون في عندنا اي تكسير، ما بيكون في عندنا اي جسور ساقطة او بيم يعني يتعارض مع اعمال الدكت اللي احنا بنقدمها. الشيء الثاني والاساسي اللي انا طبعا ببدي وجهة نظري فيه، لما يكون عندنا نوع من أنواع التكييف واللي هو التكييف المنفصل، يعني لما يكون عندي أنا وحدة خارجية ووحدة داخلية، هذا الأمر طبعا بينطبق لما يكون عندنا تكييف السبلت يونت، لما يكون عندنا تكييف السبلت دكت أو الكونسلت، لما يكون عندنا تكييف الفي آر إف أو المالتي سيستم. بهاي الحالة إحنا بيكون في عندنا وحدة داخلية وبكون في عندنا وحدة خارجية، والشيء الأساسي اللي إحنا دائماً بنأكد على أهميته، يعني أنا كمهندس تكييف بأكد على يعني أهم عنصر في نجاح عملنا إحنا في مجال التكييف هو الرابط ما بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية. طبعاً لما إحنا شرحنا دارة التبريد موجودة عندنا وظلينا نشرح فيها 54 محاضرة حتى نوصل المعلومة الصحيحة للمتخصصين في هذا المجال، واللي هي انه بايب الغاز هو عنصر اساسي في دارة التبريد. عدم الاهتمام ببايب الغاز انت عم بتأثر سلبا على دارة التبريد الكلية، يعني ان لما يكون عندي نظام التكييف موجود فيه عدد كبير من الاجزاء والمفاصل، انا في عندي وحدة تكييف داخلية، في عندي وحدة تكييف خارجية، في عندي بايبات غاز او مواسير نحاس رابطة ما بين المكيف الداخلي والمكيف الخارجي، في عندي اعمال دكت او مجاري الهواء اللي راح توصل لي الهواء من الاندور يونت او الفان كويل من مكان الى مكان اخر، في عندي جريلات التكييف اللي راح تركب على الجبس او راح تركب على اعمال الديكور اللي راح تكون هي مخارج الهواء، في عندي ايضا طبعا عمليات التركيب، طرق التركيب بالنسبة للوحدة الداخلية للوحدة الخارجية، في عندي التغذية الكهربائية للمكيفات سواء كان في عندي تغذية كهربائية للوحدة الداخلية أو الوحدة الخارجية، أو كان في عندي نظام ربط ما بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية.
المهم انه انا في عندي مفاصل كثير طبعا من يعني برنامج العمل اللي احنا بنقدمه من بداية العمل في مشروع التكييف تمام الى نهايته بعد عملية طبعا انتهاء وعملية تشغيل التكييف وتسليم المشروع. لذلك انا هاي المفاصل كلها اللي تكلمت عنها بأكد على انه بايب الغاز اللي هي مواسير النحاس اللي بتربط ما بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية بالنسبة لوحدات التكييف المنفصلة، انا بأكد انه كل هاي الاجزاء مهمة، ولكن اهم عنصر هو بايب الغاز. وبكل بساطة احنا بنقول انه شو اهمية بايب الغاز؟ اهمية بايب الغاز انه انا المكيف كوحدة داخلية والمكيف كوحدة خارجية طبعا بيجي بالمصنع. المصنع طبعا نسبة الخطأ الوارد مثلا او العطل الموجود في هاي المكيفات اللي بتكون جاي من المصانع نسبتها ضئيلة جدا، فبالتالي يعني هاي المكيفات بتكون مفحوصة ومدروسة وتم تعبئة الوحدات الخارجية في المصنع وعمل تيست لها، فبالتالي احنا بنستبعد انه يكون في عندي خلل في وحدات التكييف سواء الداخلية او الخارجية. الخلل يبدأ من عندنا احنا، يعني احنا لما شرحنا دائرة التكييف وبنشرح طبعا كيف احنا بنصمم، يتم طبعا عمليات التصنيع، عمليات التصميم بالنسبة لوحدات التكييف المختلفة من خلال يعني نخبة من المهندسين، نخبة من الناس المتخصصة في هذا المجال، شركات صار لها ممكن أحيانا 70 سنة و80 سنة شغالة في هذا المجال، وبتحط مواصفات وبتحط طرق تركيب معينة المفروض احنا نلتزم فيها. طبعا هون تبدأ الإشكالية، تبدأ الإشكالية احنا عندنا في عدم الالتزام بالشيء اللي على أساسه تم تصنيع هاي المكيفات. احنا بنتكلم بموضوع المكيفات، هم بيكونوا يعني حاطين ضمن الكتالوج الموجود، يعني ابسط شيء انه احنا نفتح الكتالوج الموجود اللي بيجي مع وحدات التكييف، لانه كل نوع او براند بيجي معه كتالوج، وانت اذا بتلاحظ او تشغال في هذا المجال راح تلاحظ انه في اختلاف عملي وتطبيقي ما بين يعني شركة وشركة اخرى. يعني لما انت تيجي تلاقي مثلا شركة معينة كل حجم مكيف في له سايز لبايبات او مواسير النحاس، امر طبيعي، كل مكيف بتلاقي مختلف عن المكيف اللي اكبر او الستب اللي اكبر منه بالنسبة لحجم المكيف، بينما مثلا شركة معينة اخرى بتلاقي مثلا 4 أو 5 أحجام، طنين، طنين ونص، 3 طن، 4 طن، 5 طن، بيستخدموا نفس سايز البايب، تمام؟ فعمليا لكل شركة في إلها طريقة أو أسلوب للتصميم، موضوع علمي مدروس. ما بصير إحنا بكل بساطة نيجي نهدم كل التعب اللي قامت فيه هاي القامات الهندسية والمصانع والناس اللي بتجرب طبعا وتعمل تطوير، وكل يوم طبعا بيعملوا تطوير وتحديث بالأمور الفنية، بالأمور التصنيعية، كل فترة، كل سنة، كل سنتين بتلاقيهم عاملين مثلا تغيير للموديل الموجود عندهم على أساس بيشوفوا هم في أخطاء عندهم، في مشاكل، بيجوهم فيدباك مثلا والله في عندنا مشكلة في هذا التكييف، في عندنا مشكلة، هم بيقوموا بعملية تغيير. بتلاقي انت بتلاحظ اذا انت شغال صار لك فتره في هذا المجال، بتلاقي انه كل فتره بيطلعوا موديل مختلف، صحيح؟ وبالتالي ما بين براند وبراند راح تلاقي في اختلاف المواصفات الفنيه. فاحنا يعني بكل بساطه هاي امور احنا بنسميها فنيه، المفروض الامور اللي بتكون موجوده في كتالوجات هاي الشركات وهي التعليمات اللي على أساسها تم تصنيع هاي المكيفات، هي بتخبرك أنت كمهندس تكييف أو كفني أنه التزم بهاي المواصفات، التزم بهاي الطرق للتركيب، التزم بهاي المعلومات، لأنه إحنا قمنا بتصميم وتصنيع هاي المنتجات الموجودة على أساس أنت تلتزم، تمام؟ فهون تبدأ المشكلة. المشكلة تبدأ أنه الاجتهادات الشخصية، يعني إحنا كشركات تكييف أو كمقاولين تكييف أو منقدم خدمة توريد وتركيب المكيفات سواء كنت في أي بلد أو في أي منطقة،
تختلف طبعا كل شركة من 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 مكان إلى مكان، نفس البلد تختلف الشركات. أحيانا بيكون عامل تعلم المصلحة فتح شركة، أحيانا بيكون فني تعلم المصلحة فتح شركة، أحيانا بيكون شركة كبيرة مثلا ما فيها مهندس تكييف، أحيانا بيكون في شركات فيها مهندس تكييف مثلا ومتابع عمله ومتابع يعني كل الأمور وبشكل هندسي، أحيانا بتكون في شركات فيها عدد كبير من المهندسين تمام شغالة في هذا المجال. كل شركة لها حجم، كل شركة لها وضعها، حجم العمل اللي بتقدمه، مكان وجودها، الدولة اللي شغالة فيها، كل هاي الأمور بتلعب دور. بالنتيجة العمل المقدم من الأشخاص القائمين على هاي الشركات يختلف من شركة إلى شركة أخرى، حتى ضمن البلد الواحد بتختلف طرق العمل. ولكن احنا هون على سبيل المثال في دولة الإمارات تقريبا في اختلافات بسيطة أنا دائما بظل أنوه عليها حسب وجهة نظرنا، أنه هاي الأمور أنا بشوف أنها خاطئة، ولكن في يعني وحدة حال بالنسبة لطبيعة العمل المقدمة بتختلف تماما عن العمل المقدم في دولة أخرى من دول الخليج. يعني طريقة العمل اللي مقدمة مثلا احنا بنقدمها، بنلاحظ احنا فيديوهات ممكن زملائنا بيبثوها مثلا من الكويت، من السعودية، بنلاحظ انه في اختلاف كبير بطريقة العمل المقدم تمام، في اختلاف كبير في عمليات التركيب، في اختلاف كبير في عمليات العزل، في اختلاف كبير في طرق تركيب المكيفات، في اختلاف كبير في طرق توصيل بايبات الغاز.